بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايبه لكم منتج، حاجه يا جماعه تحفه بجد، اقسم بالله تحفه تحفه بجد. اسمه باور ديليت. ده منتج واحده اعرفها قالت لي جربيه ولو عجبك اعملي عنه حلقه. انا فعلا بقيت كل ما اعمل حاجه او انضف بيه حاجه كنت بصورها علشان خاطر اشوف في الاخر، لان هي اقنعتني وقالت لي انه فعلا بيزيل البقع زي السحر، اكنك ماسكه استيكه بتمسحي بيها الحاجه اللي قدامك. الدهون دي زي ما انتم شايفينها كده، دي شقه عندنا في الدور الارضي مقفوله. الدهون اللي عليها دي مثلا ممكن تكون دهون مثلا من 20 سنه، 25 سنه. انت لو شفتيها زي ما انت شايفه كده حاجه فظيعه. انا رشيت عليها المنتج وسبته 10 دقائق، ولازم تكوني لابسه كمامه بعد كده. اقسم بالله زي ما انت شايفه كده، هي فعلا دي سلكه بس ما فيش دعكه خالص. انا ما بدعكش، انا بس بمشي عليها، مشيت عليها السلكه وبعد كده بدات امشي عليها قماشه. زي ما انت شايفه فعلا بتزيل الدهون بشكل غريب وبشع. شايفه المنظر عامل ازاي؟ شايفه انا يا دوب بخيت عليها. المنتج كمان كبير ما شاء الله، في حوالي 500 ملي، يعني حوالي نص لتر. انا اشتريت حاجات زي كده قبل كده بحوالي 180 جنيه، والله ما ادانيش النتيجه دي خالص. ده اداني نتيجه رهيبه بصراحه، ولسه قدام كمان هوريكي حاجات انا استعملتها فيه. انا كنت كل ما بعمل حاجه زي ما قلت لك بصورها، هتشوفي الفلاتر بتاعت الشفاط خلاها حاجه رهيبه. السيراميك ده نور بصراحه، بقى منور منور. والله من غير دعكه، سلكه صحيح بس يا دوب بتمشيها بس كده. بس انت لازم تكوني لابسه جوانتي زي ده كده، ما ينفعش ما تبقيش لابسه جوانتي. اهو زي ما انت شايفه كده بمسحه بعد كده بسيطه، السيراميك نور كمان. هو على فكره لازم تكوني زي ما قلت لك لابسه جوانتي زي ده كده في ايديكي، او حتى الجوانتي اللي هو البلاستيك، لانه ممكن يحرق ايديكي. هو قوي جدا 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 كمان، ما ينفعش تفضيه في ازازه. هو دلوقتي هم بيبيعوه ببخاخ من البلاستيك المقوى، لان هو ولا كيس ولا اي كلام من ده، يعني ما بيتحملوش من قوته. والله يا جماعه هو انا حطيته في ازازه عندي، الازازه دي اتخرمت ووقع منها، لان هي كانت ما كانتش جايبه لي كبياع، يعني مش بايعه لي المنتج، لكن هو بيجي في بخاخه. انا اللي فضيته في بخاخه قديمه كانت عندي. ده بقى الشفاط بتاع الفلاتر بتاعت الشفاط اللي هو البلت ان المسطح اللي فوق البوتاجاز ده، زي ما انت شايفه كده. شايفه كميه الدهون اللي عليه؟ انت هتشوفي في الاخر، والله هتشوفي المنظر هتتفاجئي. اهو انا الثلاث فلاتر فكيتهم وبدات ابخ عليهم منه. لازم تسيبيه 10 دقايق بس، لازم تكوني لابسه كمامه، ويستحسن ما تبقيش موجوده في المكان، يعني ممكن تطلعي. انا طلعت الصينيه دي بالفلاتر قدام باب الشقه، لو حيطه مثلا ولا حاجه، بس يا ريت تخرجي من المكان. 10 دقايق اهو، الفلاتر لزقت في بعضها من كتر كميه الدهون اللي عليها. انا بصراحه كنت ناويه اغيرها، ما تخيلتش ابدا انها تنضف. هتشوفي نتيجه دلوقتي رهيبه، بدات ادعك فيها. هي الليفه دي والله من غير دعك ولا حاجه، انا بس بمشي الليفه دي عليها. اهو شو بتطلع كميه دهون غير عاديه، زي ما انت شايفه كده. اهو بدات امشي الليفه عليها، ما استعملتش هنا والله، اقسم بالله ما استعملت حتى السلكه. انا على الحيطه فعلا ممكن اكون استعملت السلكه، بس دي على انا عليها فعلا ما استعملتش السلكه، هي الميه العاديه والليفه اللي انت شايفاها دي. وبدات ارش المنتج ده، هو اسمه باور ديليت. ده هو بيجيلها من شركه بتروكيماويات او حاجه زي كده. هو منتج امريكي مش مصري، بس بامانه خرافه اهو. وكمان سعره رهيب رهيب، يعني بصراحه يساوي اكتر من كده مليون مره. وكمان هم بيوصلوا عندهم متعاقدين يعني مع شركه شحن في توصيل جميع محافظات مصر. انا والله من اللي انا شفته منه اصريت ان انا لازم اعمل عنه حلقه. شايفه الفلاتر اهو، مجرد ما تمشي الميه بترشي عليها الميه بتبدا كل الدهون اللي عليها بتنزل اهي. انا لو كنت حطيت عليها اي منتج تاني استحاله كان هيطلع. انا جربت مع الفلاتر دي قبل كده السنه اللي فاتت، والله كلور وكل المنظفات اللي تتخيليها، ما وصلتش ابدا للدرجه الرهيبه اللي انت هتشوفيها دلوقتي. انت هتتخضي من الدرجه، من درجه النظافه. شايفه كميه الدهون اللي عليها عامله ازاي؟ بدات تسود من كميه الدهون اللي عليها. انا بصراحه يعني ما كنتش بعرف افكها قوي السنه اللي فاتت، انا فكيتها وجيت اركبها تاني ما عرفتش اركبها كويس، وكمان ما نطفتش بالشكل ده ابدا زي ما انت شايفه كده اهو.
انا بدأت انضفهم واحد واحد واحد. كمية الدهون كمان اللي كانت نازلة في الصينية كانت حاجة رهيبة بصراحة. والله انا بصراحة اتفاجئت يا جماعة والله من المنظر، من كمية الدهون اللي نزلت من عليها. بصراحة الفلاتر دي بقالها حوالي سنة ما اتفكتش من مكانها اهو. كمان المنتج زي ما قلت لك حوالي 500 مللي، نص لتر ده ينضف لك كل حاجه ممكن تكون عليها كميه دهون في الشقه كلها. يعني ممكن تقضي لك على اي حاجه بقى، السيراميك بقى بتاع المطبخ والحاجات دي وسيراميك الحمام والكلام ده كله، ده كل ده بالنسبه له كلام فارغ. والحمامات والاحواض والتواليت والحاجات دي كلها، كل ده بالنسبه له كلام فارغ بصراحه خالص. دي اضعف الحاجات. انا حبيت اجيب لك اصعب الحاجات اللي ممكن تتخيلي، زي ما انا كنت متخيله انها عمرها ما هتنضف ابدا، والحل انك تغيريها. عيبكم الدهون بتنزل بالميه، بالميه. شايفه؟ شايفه المنظر؟ ولسه هتشوفي، هتشوفي بدا بصراحه دلوقتي العجب لما تشوفي بعد ما نضفتهم بقى، خدتهم بقى غسلتهم تحت الحنفيه اهو. خدهم بقى بعد كده واحد واحد، اغسلهم تحت الحنفيه والله غسيل. شايفه بقى؟ شوفي المفاجاه بقى. شايفه؟ اقسم بالله وهم سحر. شايفة الفلاتر؟ انا ما كانتش جايه لي وهي جديده، ما كانتش جايه لي بالشكل ده. اللي تحت كمان لسه كنت عايزه انضفه شويه، بس انا كنت عايزه اصور لكم الجزء ده. شايفه التلاته وصلوا معايا للمستوى ده. الستانلس اللي فيهم بدأ يلمع، البلاستيك اللي هو بتاع الايد بتاعه نور اهو. بعد كده ده الازاز بتاع الفرن بتاع البوتاجاز، ميكرويف بقى، فرن كهرباء، اي حاجة اهو. بخيت عليه شوية وسبته حوالي 10 دقايق وقفلت الفرن وسبته. بس لازم زي ما قلت لك هتكوني لابسة الجوانتي ولابسة الكمامة، مش هينفع ابدا تشميه ولا تتعرضي ليه. نفس الليفة والله اللي نضفت بيها اهي، ما استعملش حتى ليفة جديدة اهو. الخط ده موجود، ده الازاز طبعا كلنا عارفين بيبقى ازاز ورا وازاز قدام. الخط ده داخل ما بين الازاز وبعضه، فالازاز عايز يتفك من عند المسامير اهو زي ما انت شايفه كده بنفس الليفه يا جماعه. والله ما استعملتش حتى سلكه، بس لابسه الجوانتي زي ما انت شايفه. اي حاجه اتبقت دي كانت جوه الازاز ورا الفاصل اللي هو الازاز الاولاني، انما اي حاجه المنتج لمسها اتزالت ازاله تامه وكامله. طبعا انا مش هفك المسامير دي ومش هطلع لوح الازاز، بس زي ما انت شايفه كده دي كانت حروق اللي كانت على الصاجه اللي تحت دي. دي كانت عباره عن حروق مستعصيه كلها اتشالت تماما. ارضيه الفرن من جوه بقت منوره اهو. ده الازاز، ولو تلاحظي انا ما فصلتش الكاميرا هنا ولا لحظة اهو. كل ده بالليفة، ونفس الليفة والله اللي انا استعملتها في الفلاتر اهو. كل اللي موجود لسه جوه ده بقى، ده جوه الازاز زي ما قلتلك لو هتفكيه هيبقى زي الفل. منتج رهيب بصراحة، ابهرني. حبيت ان انا اوريه لكم واقول لكم عليه. هو اسمه باور ديليت. اللي حابة تعرف عنه حاجة او تعرف صاحبته او تعرف يحب تتواصل معاها قوليلي في التعليقات، وانا هوصلك بيها. وهم بيوصلوا كمان المنتج لكل محافظات الجمهورية. هي هنا عندنا في المنصورة، انا جبته من هنا من المنصورة من عندها. هي المسامير اللي قلتلك عليها، بس انا طبعا مش هفكها. لو حابة المنتج مفيش اي مشكلة خالص، اكتبيلي في التعليقات وانا خليها تتواصل معاكي، وهتيجي هبعتلك على الخاص رقم تليفونها وهتجيبهولك لحد البيت. وطبعا في مصاريف شحن، انا معرفش بصراحه هي كام، بس اكيد يعني في مصاريف شحن لانهم متعاقدين مع الشركه دي. هقولك على تمنه لو حابه. انت مش هتصدقي السعر بصراحه. انا جبته السنه اللي فاتت حاجه زي كده ب 185 جنيه، بصراحه ما ادتنيش ولا ربع النتيجه دي خالص اطلاقا والله اهو. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، واتمنى المنتج ده يكون عجبكم زي ما عجبني. نتقابل في فيديو جديد في أمان الله.